بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أرحب بالسيد الوزير والمرافقين له، كما أقول أن قطاع التربية قطاعا يلامس جميع القطاعات، وهذا سر الاهتمام واهتمام الجميع بالوزارة، ولذلك أقول تبقى وزارة التربية هي وزارة الوزارة الأم، لأنها المعلم مرتبط بالتربية بالوزارة والأستاذ والمحامي والمهندس إلى آخره. كما أثمن كذلك حسن تعامل الإدارة معنا أثناء زيارتنا للوزارة، وخاصة المكلفة بالعلاقة مع المجلس التأسيسي. النقطة التي سأعالجها ربما، وهنا أطالب كذلك سيد الوزير بتفسيرها أكثر، ملف المعلمين المتعاقدين في الفترة 91-94، وهو اتفاق بين الوزارة والوزارة المعنية والنقابة، وهذا ملف أتابعه وتكفلت به الوزارة أكثر من 5 أشهر، ودرست لجنة المظالم بالوزارة الملف، وقد تمت التسوية بين الوزارة المعنية والوزارة الأولى، وهنا نطالب بتسريع في الإجراءات الإدارية في الوزارة الأولى حتى يتم الانتداب. كما أستحث كذلك الإدارات الجهوية ببقية الولايات التي لم ترسل الملفات لهؤلاء الذين ينتظرون الانتداب، وقد وصل الآن إلى الوزارة حوالي 45 ملف فقط. بنشوف لهنا ساعات راهو نحن ساعات نحملوا الوزارة التعطيل، ولكن التعطيل هنا من الإدارات الجهوية، وقد راسلت الوزارة في المرة الأولى عن طريق المديرة العامة، ثم عن طريق الوزير بعثت معناتها إرساليات للإدارة الجهوية، ولكن دون جدوى. فالرجاء أنا أطالب وأستحث الإدارات الجهوية ببعث الملفات. ثم إنه هناك من قال بأن هؤلاء الذين غادروا العمل منذ مدة ربما نسوا التعليم وبعدوا عن ذلك، فأقول هؤلاء ظلموا في العهد البائد، فلا نظلمهم بعد الثورة، فهذا عيب، والله عيب وأشد العيب، لأن من قال أن هؤلاء قد أغلقوا الكتب من يوم أن غادروا الميدان، وهذا غير صحيح. فلا نحكم على هؤلاء بالأحكام مسبقة حتى نرى الأداء. العنصر الثاني الشغورات، وقد أشارت إليه الزميلة، الشغورات التي معناتها تعاني منها القيروان، وقد تطرق إليه سيد الوزير في كافة المعتمديات في نصرالله والحاجب وأبو حاجلة وشرار دحفوز الوسطية إلى غيره. فالرجاء التسريع بهذه الشغورات حتى يلحق الزملاء بزملائهم إلى منابر العلم. صيانة المؤسسات التربوية، وقد تعرض إليه سيد الوزير وبقية الزملاء، وشكرا. بارك الله.